جو بايدن، الرجل الذي ظنه كثيرون انتهى سياسيا يوم خرج باراك أوباما من البيت الأبيض، لم ينتهي. هو يواجه بشراسة للوصول إلى البيت الأبيض، لكن هذا السباق يبدو ملطخا بالعنف أكثر من أي وقت مضى، وهو يتهم ترامب بإثارة هذا العنف. مع بايدن شريكة شرسة أيضا، كمالا هاريس التي تنهل من أصولها الإفريقية والهندية لتقديم نفسها كممثلة لأمريكا المتعددة وليس لأمريكا البيضاء. معا يخوضان المعركة في وجه ترامب وفي وجه نائبه مايك بنس كذلك. لكن الأبرز اليوم هو الاتهامات المتبادلة بين المعسكرين حول من يتحمل مسؤولية العنف الدائر في الولايات المتحدة حالياً.